طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول لمادة اللغة العربية للصف الثالث. سنبدأ يا أحبائي بمهارات اللغة العربية. سنبدأ بمهارة الكتابة والإملاء. سيتم إعطاء إملاء وهي عبارة عن فقرة ومن كتيب الإملاء وهي إملاء رقم 2. أيضا سيتم إكمال حل ورقة العمل التقييمية التي توضح المهارات السابقة التي تم إعطاؤها في المادة من حيث فقرة والإجابة على الأسئلة المطروحة حول هذه الفقرة واستخراج مهارات تدريبية، وبالإضافة إلى أسئلة حول الوحدة وهي عن التكيف. أيضا سيكون في هذا التقييم مادة لكتابة والتعبير حول وحدة تكيف الحيوان والنبات. أيضا سيقوم طلابنا في هذه المادة في الأسبوع الثالث بعرض يوم بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. أيضا سيقوم الطلاب بالتعبير من خلال الأناشيد الوطنية وكتابة فقرة تعبر عن هذه وعن هذا الموضوع. أيضا لدينا يا أحبائي تقييم للقاء سيتم إعلام الطلاب به مسبقا من خلال الواجب اليومي المرسل عبر إيميل المدرسة. سيقوم طلابنا بالتدرب على قراءة وكتابة الإملاء رقم 3 من كتيب الإملاء. أيضا سيكون لدينا مهارة القراءة من خلال كتيب المطالعة الإضافية. سيتم التدرب على الفقرة الأولى والفقرة الثانية وتخصيص الفقرة الأولى للطلاب بحاجة إلى دعم في القراءة من خلال التهجئة وقراءة الفقرة الأولى والثانية. سيكون لدينا تدرب على القراءة والكتابة الإملائية على الدفتر وعلى كتيب الإملاء وتقييم القراءة من خلال المطالعة الإضافية. أيضا سنقوم بزيارة المكتبة حيث سيقوم الطلاب باستعارة قصة وإعادة القصة القديمة، حيث سيتمكن الطالب من قراءة القصة لمدة أسبوع ومن ثم إعادتها واستعارة قصة جديدة. في هذا الأسبوع سيكون لدينا تدرب على الإملاء ومن ثم إعطاء الإملاء غيبا للطلاب. سيتم تغطية بعض المهارات التدريبية في هذا الأسبوع مثل حروف الجر وأسماء الإشارة واستخدامها في جمل مفيدة. طلابي أحبائي، أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.